ولمناقشة تطورات الأوضاع في تونس والأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي التونسي السيد كمال العيفي. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. المسيرات المؤيدة للرئيس قيس سعيد ترفع شعارات لا رجوع إلى الوراء ولا صلح ولا مفاوضات، ماذا عن الحوار والانتخابات التي طرحها النظام التونسي؟ والله في الحقيقة النظام التونسي عقد المسألة أكثر من اللازم، وكان من الممكن تفادي ما الحرج الذي وقع فيه النظام الحالي، خاصة وأن حتى مؤيدي قيس سعيد السابقين من السياسيين والإعلاميين وغيرهم انفضوا من حوله جميعا، ولا أرى الآن أي أفق للرئاسة التونسية من أجل حل الإشكال إلا أن تتحاور مع جبهة الخلاص ومع مواطنون ضد الانقلاب، غير هذا ستستمر الأزمة من سيء إلى أسوأ. طيب دكتور، لماذا لا يقبل التونسيون بهذا النهج الذي يقول الرئيس إنه نهج إصلاحي؟ ما هو وجه الاعتراض؟ لم نجد نحن كتونسيين أي نهج إصلاحي بالمرة، بالعكس النهج الإصلاحي يصلح الأشياء، ولكن النهج الذي سلكه قيس سعيد عقد الأمور كثيرا وجعلنا نتراجع إلى الوراء كثيرا في المجال السياسي نحو الدكتاتورية، وفي مجال حقوق الإنسان نحو التعدي عليها، وفي مجال الفكري نحو منع كثير من الكتب من الدخول إلى البلاد ومنع كثير من التظاهرات الفكرية والثقافية والفنية. بالعكس المسألة في تراجع كبير جدا، حتى أن التونسيين يبحثون عن هذا الإصلاح أين سيكون. جاء المنطق الإصلاحي الذي يقول به قيس سعيد على أساس أنه سيحسن من وضعية التونسيين المعيشية، ففاقم من الأزمة المعيشية ووجد التونسيون أنفسهم لأول مرة في تاريخهم يقفون في طوابير من أجل الحصول على الخبز والدقيق والزيت، فأصبحنا في حالة بدائية حقيقة، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو حقوقيا. نحن بلد في تونس يعيش بدون دستور، يعيش بدون حكومة، يعيش بدون برلمان، ولا نجد أي دولة. حتى أكثر الدول الدكتاتورية في العالم مثل كوريا والصين وروسيا فيها برلمانات وتعمل، تونس ليس بها برلمان. طيب دكتور، وليس بها دستور. نعم دكتور، أمام كل هذه المعطيات يعني ماذا بعد؟ ماذا تتوقع الرئيس الآن؟ يقوم بتعيينات جديدة وقد تؤدي إلى إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في الصراع القائم حاليا، ماذا بعد؟ ماذا يريد؟ إلى أين يريد أن يصل؟ المؤسسة العسكرية والأمنية أقمحمت من أول يوم، أول يوم عندما انقلب على الدستور وعلى المؤسسات. المؤسسة العسكرية هي التي وقفت وقفلت باب البرلمان، وقفلت وزارة الداخلية، وقفلت وزارات السيادة، وكذلك الجهات الأمنية وقفت مع قيس سعيد وقوف غير مشروط، وكذلك الاتحاد في البداية رغم أنه بدأ يتراجع عندما رأى انسدادا كاملا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا حل الوقت الحاضر مع إجراءات قيس سعيد إلا أن يقبل قيس سعيد بالرجوع إلى المسار الديمقراطي والمسار الحقوقي والمسار السياسي والدستوري وإعادة المؤسسات الدستورية إلى العمل، غير هذا. هل من المتوقع أن يعود إلى ذلك باعتقادك؟ لا، قيس سعيد بشخصيته الحالية وبتركيبته الفكرية والنفسية لا يمكن أن يعود إلى هذه الحالة إلا أن يكون هناك بديل له، مثل ما تفكر جهات كثيرة جدا في بديل له. وقد بدأت بوادر ذلك تظهر عندما بدأت تسريبات تحصل من قبل ذراعه الأيمن سابقا، والفضائح التي بدأت، أنا أرى أن هذه الفضائح التي بدأت تظهر على السطح هي من أجل سحب البساط من المصداقية التي حصل عليها في وقت من الأوقات. أحزاب المعارضة دكتور التي وصفت ما يجري بالنهج الأحادي، هل تتوقع أن تقبل بالتحالف مع النهضة؟ شخصيا وواقعيا وسياسيا في تونس لا يمكن أن يتم أي تحالف سياسي خارج والنهضة خارجه، والنهضة هي كانت ولا تزال الرقم الصعب في المعادلة. النهضة هي كانت محرار الاستقرار في تونس، هي التي
جمعت سابقا تحت إطار الحوار الوطني، وجمعت سابقا تحت إطار التحالفات الوطنية، ولا أرى، ولذلك عملت كثير من الكيانات منذ انقلاب 25 جويلية إلى وقت قريب بمفردها وأرادت أن تعزل النهضة، وفي النهاية التجأت إلى النهضة واستنجدت بأحمد نجيب الشافعي من أجل نظرا لعلاقته الجيدة بالأستاذ راشد غنوشي وبقيادة النهضة سابقا، من أجل أن يكون هو الجسر الذي يمر على عبره الاتفاق ما بين مكونات المعارضة الأخرى وحركة النهضة. شكرا جزيلا لك الدكتور كمال العيفي الكاتب والباحث السياسي التونسي، كنت معنا من باريس عبر الخط الهاتفي.